بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نرجع تاني بقى جزء جديد مع دكتور محمد مصطفى، جزء generalized، وده هنتكلم مع بعض فيه عن 7 مواضيع. المفروض إن هم موجودين هنا في المحاضرة بالreference بتاعتهم، وعندنا هنا تقسيمة الإيه، تقسيمة الدرجات، والكلام ده موجود في أول صفحة في المحاضرة. يعني مبدئيا أول حاجة هنتكلم عليها هي الابليكيشن اوف إيه، اوف ماتريكس، علشان نعمل الستاتيك ايه، الستاتيك نتورك بتاعتي نعرف نعمل لها ايه، موديلنج والكلام ده كله. طيب جنرالايزد يعني بنعمل موديل للايه، لاي ماشين، وشغلي كله بيبقى بالماتريكس. عشان كده انا لازم ابدا بالايه، بان انا اعرف ازاي هتعامل مع الماتريكس بتاعتي. طيب عشان نعرف هنتعامل ازاي مع الماتريكس بتاعتي، هنعمل ايه، هنعمل دايره بسيطه واحولها لايه، احولها للماتريكس. الدايره البسيطه بتاعتي هتبقى بالمنظر ده، عندي مقاومه ومكثف وملف، وعندي هنا كمان مقاومة ومكثف وملف، عندي هنا في واحد، وماشي هنا تيار اي واحد، وهنا ار واحد سي واحد، وهنا ال واحد، هنا ال اتنين سي اتنين ار اتنين، وماشي تيار اي اتنين، وفي هنا فرق جهد في اتنين، وعندي هنا ميوتشوال ما بين الايه، ما بين الملفين دول اللي هو ايه، اللي هي ايه. طيب هنعمل معادلة الايه، ال في واحد، هنكتب معادلة ال في واحد. ال في واحد من هنا هيساوي ايه، هيساوي اي واحد في ار واحد زائد واحد على سي واحد تكامل الاي دي تي، زائد ال ال واحد دي اي واحد باي دي تي، زائد الايه، الميوتشوال ما بين الايه، ما بين الملفين دول. يبقى هيبقى عندي اي واحد ار واحد زائد واحد على سي واحد تكامل اي واحد دي تي، زائد ال واحد دي اي واحد باي دي تي، زائد الايه، الميوتشال ما بين الايه، ما بين الاتنين، اللي هي هتبقى ايه، ام دي اي اتنين على دي تي. جميل. وعندي في اتنين نفس الفكرة، هي هيها بالظبط، بس كل حكاية الواحد هتبقى اتنين، والاتنين هتبقى ايه، والاتنين هتبقى واحد. يبقى عندي في اتنين هنا هيساوي اي اتنين ار اتنين زائد واحد على سي اتنين تكامل اي اتنين دي تي، زائد ال اتنين دي اي اتنين باي دي تي، زائد الميوتشال، بس المرة دي بقى ايه، دي اي واحد باي ايه، باي دي تي. طيب مبدئيا كده التفاضل بتاعنا، التفاضل الدي باي دي تي هنرمز له رمز بي، تمام. والتكامل هيبقى واحد على ايه، واحد على بي. طيب هنكتب المعادلتين دول في صورة ماتريكس اللي انا عايز اصلا نشتغل عليها دلوقتي. هنكتب المعادلات في صورة ايه، في صورة ماتريكس. طيب انا عندي اول حاجة في بتساوي حاجة في الايات، صح؟ جميل. يبقى انا عندي هنا في واحد وهنا في اتنين بتساوي مصفوفة او ماتريكس في الايه، في الاي واحد والاي ايه والاي اتنين. جميل جدا. طيب بالنسبة لي الصف ده تبع في واحد، العمود ده تبع اي واحد، العمود ده تبع اي ايه اي اتنين. جميل. يبقى انا عندي الصف الاول ده علاقة في واحد، والصف التاني ده علاقة في اتنين. العمود الأول ده اللي بيربط لي الصف والعمود، هيربط لي يعني مثلا هنا عندي علاقة ما بين في واحد وآي واحد، هنا في واحد وآي اتنين، هنا في اتنين وآي واحد، هنا في اتنين وآي ايه وآي اتنين. طيب مبدئيا كده أنا ممكن أجيبها من غير المعادلات ديت خالص. إزاي؟ أنا بالنسبة لي عندي ال في واحد والآي واحد، إيه علاقة ال في واحد بالآي واحد؟ الحاجات اللي ماشي فيها الآي واحد اللي هي عبارة عن ايه، آر واحد زائد السي، بس السي عندي فيها تكامل، يبقى واحد على سي واحد في البي، زائد الايه، ال ال واحد، يبقى زائد ال واحد في الايه، في البي، عشان احنا قلنا خلاص ان التفاضل بتاعي بي، والتكامل واحد على ايه، واحد على بي. طيب ايه العلاقة ما بين في واحد واي اتنين؟ علاقة الميوتشوال، يبقى عندي هنا الام في الايه، في البي. نفس الفكرة هنا في اتنين، ايه علاقتها باي واحد؟ ان فيها ميوتشوال بالايه، الام ايه، الام بي، والاي 2 والفي 2 اللي هي ار 2 زائد 1 على سي 2 بي زائد ال 2 ايه، ال 2 بي. يبقى انا من هنا بنجيبها علاقة صف بعمود، بعرف ده ايه وده ايه، نقدر نجيب الايه، الماتريكس بتاعتي من غير حتى ما اكتب المعادلات بتاعتي. جميل. وهنا بالنسبة لي الفي بتاعتي بتساوي زد في ايه، زد في اي. جميل. طيب بالنسبة لي لو أنا دلوقتي عندي تيار أو مقاومة، فبالنسبة لي هتبقى زد في أي. طب لو عندي أكتر من حاجة، أو أكتر من تيار، أكتر من مقاومة، فأنا بشتغل بالإيه، بالترانسبوزد. جميل. بيبقى عندي الإيه، الزد أو الأي بتاعتي باخدها بالإيه، بالترانسبوزد، لو عندي أكتر من إيه، تيار أو أكتر من مقاومة. طيب
انا كده قدرت احول الايه المعادلات او السيركت بتاعتي اصلا لايه لماتريكس، حتى من غير ما اكتب الايه المعادلات بتاعتها. طيب دلوقتي بقى هنشتغل على حاجة، ان انا هنجيب علاقة ما بين تيار وتيار تاني عن طريق مصفوفة برضو. يعني انا مثلا عندي لما كنت بحول اي 2 في الترانسفورمر مثلا كان بيبقى اي 2 داش، فانا هجيب علاقة ما بين اي 2 واي 2 داش بس عن طريق ما ايه مصفوفة او ماتريكس ايه تبعي. طيب الكلام ده بيحصل امتى؟ الكلام ده بيحصل عند باور ايه، عند باور ثابتة. لازم الباور بتاعتي تكون ايه، تكون ثابتة. هجيب علاقة ما بين ال V وال I وال Z وعلاقتهم بالداش بتاعتهم، اللي هو عبارة عن V داش وال I داش وال A وال Z داش. بس طبعا ال B بتاعتي ايه، ال B بتاعتي constant او ايه او ثابتة. جميل. طيب مبدئيا كده انا عندي ال B بتساوي ايه، ال B بتساوي I في V او V في I. طيب ده لو كان عندي تيار واحد. طب لو عندي اكتر من تيار زي ما قلنا من شوية، اللي انا هشتغل بالايه، بالترانسبوز. يعني البي عندي هتساوي اي ترانسبوز في الايه، في الفي. فانا بالنسبة لي الاي ترانسبوز في الفي ممكن تبقى برضو الاي ترانسبوز داش في الايه، في الفي داش. الاتنين دول بي ايه، بيساوي بعض، هي هيها نفس الفكرة. جميل. طيب بالنسبة لي دلوقتي هجيب علاقة ما بين الاي والاي ايه والاي داش. تمام، هجيب علاقة ما بين الاي والاي داش، وبعدها هنجيب برضو علاقة ما بين ال V وال V داش، وبآخر حاجة هنجيبها هي علاقة ما بين ال Z وال Z ايه وال Z داش. فأنا دلوقتي هشتغل على ال I وال I ايه وال I داش. طيب أنا بالنسبة لي هرسم رسمة واشتغل عليها على ال ايه، على ال I وال I ايه وال I داش. في الرسمة ديت كده عندي هنا ده عليه فولت في اي وده عليه فولت في بي، وعندي هنا اي 2 وعندي هنا زد 2 وعندي نازل لتحت اي 3 وعندي هنا زد 3 وعندي هنا اي 1 وعندي هنا زد 1. في هنا تيار اي اي وعندي هنا تيار اي بي. ده الشكل بتاعي اللي انا هنقدر نجيب من عليه العلاقة بتاعت الاي بالاي داش. مبدئيا الاي بتاعتي هتبقى هي الاي 1 والاي 2 والاي 3، والاي داش هي الاي اي والاي اي والاي بي. تمام. فانا من هنا عندي هنا في 1 في 2 طبعا عكس اتجاه التيار، هنا في اي في 3، وانا عارف ان في 1 بتساوي زد 1 اي 1، في 2 هتساوي زد 2 اي 2، في 3 هتساوي زد 3 اي 3. دي حاجة ما فيهاش اي مشاكل المفروض يعني. فانا لو هنا عملت ماتريكس للمعادلات ديت هتبقى في 1 في 2 في 3 بيساوي الزدات، هنا زد 1 هنا زد 2 هنا زد 3، وباقي المصفوفة بتاعتي اصفار، او باقي الماتريكس بتاعتي اصفار في ايه، في اي 1 في اي 2 في اي ايه في اي 3 بالمنظر ده. طيب فانا دلوقتي عايز اجيب علاقة ما بين الاي 1 والاي 2 والاي 3 بالاي اي والاي بي اللي انا هنقول عليهم اللي هما دلوقتي اي 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 داش. فانا بالنسبة لي عندي من هنا الاي 1 المفروض اللي هو بيساوي الاي اي، المفروض ان الاي اي هو اللي ماشي هنا، هو الاي 1. طيب والاي 2 المفروض هو الاي بي بس باتجاه عكسي، يعني سالب الاي اي سالب الاي بي. والاي 3 هيساوي ده نازل وده طالع وده نازل معايا، يبقى ده ناقص ايه، يبقى ده ناقص ده اي اي ناقص اي 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 بي. فانا بالنسبه لي عندي هنا اهو الاي 1 والاي 2 والاي 3 هتساوي حاجه في الايه، في الاي اي والاي بي. فالحاجه ديت هي عباره ما يساويه الاي 1 والاي 2 والاي 3 بالاي اي والاي بي. طيب انا عندي هنا الاي 1 بيساوي الاي اي، يعني لو هنا هينضرب في ديت عشان يوصل للاي اي فهتبقى 1. طب في اي بي لا، يبقى ديت 0. طيب الاي 2 بيساوي سالب اي بي، يعني الناحية التانية هنا سالب 1، اما في الاي اي هنا 0. هنا علاقة الاي اي وهنا الاي بي. اما الاي 3 بيساوي اي اي ناقص اي بي، يعني هنا في 1 وهنا في ايه سالب 1. ده بالنسبة لي الايه العلاقة ما بين اي 1 وايه واي 2 او اي 1 واي 2 واي 3 بالاي اي والاي بي، اللي هي بالنسبه لي هتبقى اي علاقتها بالاي اي بالاي داش. جميل كده. يبقى انا عندي الاي بيساوي ماتريكس في الايه، في الاي داش.
جميل. يبقى انا عندي الاي بتساوي ماتريكس في الايه، في الاي داش. الماتريكس دي هنقول عليها اللي هي سي، يعني الاي بيساوي سي اي ايه، اي داش. وده اول قانون انت المفروض تكون ايه، اول قانون المفروض انت تكون عارفه او حافظه يعني. كمان المصفوفة ديت اللي هي السي ديت بتبقى اسمها ترانسفورميشن ايه، ترانسفورميشن ماتريكس. ديت المصفوفة بتاعت الايه، بتاعت التحويل ما بين اي واي ايه واي داش. وده اول قانون المفروض تكون ايه، المفروض تكون حافظ. طيب انا كده اشتغلت عن الاي والاي داش، عرفنا ان الاي بيساوي سي اي ايه، سي اي داش. طيب تعالى دلوقتي نشتغل على الزد والفي. هنشتغل الاول على الفي. طيب هنشتغل على الفي والايه والفي داش. مبدئيا كده هنشتغل حاجه تربط ما بين الاي اللي انا لسه جايبها ديت والفي، علشان نقدر ايه نجيب القانون اللي هو اي بيساوي سي اي داش، نقدر اتعامل بيه واشتغل بيه يعني بمعنى صح. فانا عندي ايه الحاجه اللي بتربط لي الاي بالفي، هي الباور. الباور كانت بتساوي ايه، اي ترانسبوز في الفي، او كانت بتساوي اي ترانسبوز داش في الايه، في الفي داش. كده عندي في وفي داش، وعندي علاقه ما بين تيارين ما بينهم ايه، ما بينهم علاقه انا لسه جايبها اللي هي الداشات. طيب الاي بيساوي ايه، سي اي داش. يعني هنا اي ترانسبوز هتبقى اي، او قصدي سي اي ترانسبوز او اي داش، الكل ايه، الكل ترانسبوز. دي اي ترانسبوز، الاي هي سي اي داش كلها معمول لها ايه، ترانسبوز في الفي، بيساوي ايه، اي داش ترانسبوز في الايه، في الفي ترانسبوز. طيب الترانسبوز لما يتحط على قوس بيعكسه، يعني ايه، يعني انا هنا هيبقى عندي اي داش ترانسبوز سي ترانسبوز في الايه، في الفي، بيساوي اي داش ترانسبوز في الفي ترانس ايه، ترانسبوز. طبعا ديت علشان ماتريكس بتنضرب في بعض، فانا لو هنا ضربت في اي، في الاي داش، وهنا نفس الفكرة، الاتنين دول هيروحوا مع ايه، هيروحوا مع بعض. فهيبقى عندي هنا الفي داش بيساوي سي ترانسبوز في الايه، في الفي. وده المفروض تاني قانون ان انت تكون ايه، ان انت تكون عارف. يبقى انا عندي اول حاجة الاي بيساوي سي اي داش، وعندي الفي داش بيساوي سي ترانسبوز في الايه، في الفي. طيب بعد كده هنشتغل على الايه، على الحاجة الاخيرة اللي هي الايه، الزد بتاعتي. تمام، الزد بتاعتي هنشتغلها من قانون الفي. الفي بيساوي ايه، زد في ايه، في اي. انا هنا ممكن لو ضربت في سي ترانسبوز ايه اللي هيحصل، لو انا هنا كده ضربت في سي ترانسبوز، هيبقى انا عندي هنا سي ترانسبوز في الفي هيساوي سي ترانسبوز في الزد في الاي. تمام، طيب مش ده كده اللي هو الفي داش المفروض هيساوي سي ترانسبوز في الزد في الاي. طيب انا عايز اجيب الزد داش، عايز اجيب الزد داش اللي هي هتساوي ايه، المفروض اللي هي في داش على الاي داش، صح؟ فانا المفروض الاي دي احولها لايه، لاي داش. طيب الاي بتساوي ايه، سي اي داش. يبقى انا عندي هنا في داش بتساوي سي ترانسبوز في الزد في الاي، اللي هي هتبقى سي اي ايه، اي داش. لو قسمت على الاي داش هيبقى عندي في داش على زد داش، اللي على اي داش اللي هي هتبقى زد داش، هتساوي سي ترانسبوز في الزد في الايه، في السي. وده تالت ايه، تالت قانون المفروض تكون ايه، المفروض تكون عارف. وبالنسبه للسد السي ترانسبوز، فهي هي نفس السي، يعني مصفوفه الايه او ماتريكس بتاعه السي هي هي الماتريكس بتاعه السي ترانسبوز، مفيش ما بينها ايه، اختلاف. طيب ده كان شغلي لو كان الاعداد بتاعتي عاديه او الارقام بتاعتي عاديه. طب لو الشغل بتاعي كان كومبلكس هيبقى عندي ايه، ده لو كومبلكس هيبقى عندي ان الاي بتساوي سي اي داش، ده ما فيهوش اي اختلاف بالنسبه لي. هنا هتبقى المشكله كلها في السي ترانسبوز، السي ترانسبوز هيبقى كونجكت. تمام، السي ترانسبوز هيبقى ايه، كونجكت. هو ده الايه، هو ده الفرق عندي في الايه، في القوانين كلها. سي ترانسبوز كونجكت، المفروض اللي هو هينضرب في الايه، في الفي، هيساوي الايه، الفي داش. ونفس الفكره هنا، ان الزد داش هتساوي سي ترانسبوز، بس هيبقى الكونجكت بتاعه في الايه، في الزد في الايه، في السي. هي دي الفكره، او هي دي الفرق ما بين الايه، الحالتين. لو الكومبلكس كل الحكايه اللي هتفرق معايا ان الفي او السي ترانسبوز داش هيبقى عليها ايه، كونجكت. تمام، ده بالنسبه لي الاول حاجه عندي للايه، للعلاقه ما بين الماتريكس
وبعضها، وديت ايه البداية بتاعتي. عندي بعد كده هنشتغل على الايه، على الترانسفورمر لما يكون 2 وايندنج او 3 وايندنج. فهنخلي دي بداية بس كده او مقدمة للايه، لموضوع الماتريكس. وان شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ نشتغل على الايه، على 2 وايندنج، ولو عرفنا نضم معاه 3 وايندنج يبقى كلهم في فيديو واحد بإذن الله. شكرا.